في حديثه عن التقاعد. ومرحبا. مساء الخير. اهلا، مساء النور. اهلا سيد موسى رمضان. كيفك دكتور؟ ان شاء الله بخير. الله يخليك، الحمد لله تمام. كيفك انت اليوم؟ الحمد لله دكتور سعدون، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب، تسلم. اليوم موضوعكم عن التقاعد. نعم. فاحنا من المتقاعدين لانه وصلنا في التقاعد، فلازم نتكلم عن هذا الموضوع. نعم. ونعطيه اهميته. تفضل. طبعا بالغالب بعد تجاوز 60 عاما يفقد الستار على مرحله من مراحل عمرك المليئه بالتحديات والانجازات والتقدير الاجتماعي والمهني. فأنت اليوم أصبحت ملك نفسك ولا يشغلك شأن، لكن هذه الحرية التي تنالها عن طريق التقاعد تحتاج إلى رسم وتخطيط حتى تستثمر هذه المرحلة بشكل صحيح لتكون فترة مريحة وسعيدة. لكن لماذا تحتاج منا هذه الفترة إلى تخطيط؟ لأنها لا تختلف عن مراحل حياتك الانتقالية، فقبل بدء كل مرحلة كنت تحتار قبل أن تختار وتنتقل الأفضل حتى تصل، فتمر بمراحل الانتقال الدراسي وبعدها فترة اختيار الجامعة والتخصص ثم البحث عن العمل. فكل عمر له مرحلته وكل مرحلة تحتاج إلى تخطيط. والتقاعد لا يعني نهاية حياتك، بل هو مرحلة وجزء منها. فأنت الآن مستقر ماديا وناضج عقليا، لكن تحتاج إلى بعض الأمور التي تجد فيها سعادتك، ومنها تكون رسالتك الأعمق في الحياة. فالإنسان لا يستطيع العيش من دون دافع قوي، فهو دائم البحث عن معنى لحياته. وعندما يتمكن من الإجابة بشكل جيد عن الأسئلة الكبيرة المتعلقة بحياته الجديدة، ومنها ما هو دوري في الحياة الآن، وما المهم بالنسبة إلي، وماذا يفترض أن أفعل، خصوصا بعد إتمامه أدواره السابقة الأسرية والمهنية. فإيجاد المعنى في الحياة يعتبر أساسا للبقاء، والعثور على معنى في حياة المتقاعد ليس فقط مهما لتحقيق أهداف ومكاسب مالية، بل ضرورة للتوازن النفسي والاجتماعي. ومع ازدياد أعداد المتقاعدين أصبح هناك ضرورة لإرشاد وتوجيه هذه الفئة. فقد توقعت المؤسسة العامة للتقاعد في أغلب المناطق ارتفاع أعداد المتقاعدين بنحو 105% بحلول 2027، ليصل العدد إلى 1,800,000 متقاعد ومتقاعدة. نعم، هذا أعتقد هاي الدراسة في المملكة العربية السعودية. نعم دكتور موسى. نعم نعم نعم، هذه الدراسة بالسعودية. نعم، ولأن أكثر ما تحتاجه هذه الفئة هو التخطيط، ولا أحد ينكر أهميته، خصوصا عند مرحلة تعرف بأنها سلبية. فيتحدث اللواء الطيار المتقاعد مثلا عبد الله السعدون دائما عن التخطيط لهذه المرحلة في وسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد للمجتمع أن التقاعد ليس نهاية حياتك، بل هو بداية لمرحلة مختلفة. أكيد. ويطالب أيضا اللواء الطيار المتقاعد السعدون طلابه بدء التخطيط للتقاعد من الآن، فمنهم من يستخرج فيرد عليهم خططوا لحياة سعيدة وصحية بعد 50 و60، فهي تأتي أسرع مما تتصورون، وكلما كان التخطيط مبكرا كانت النتائج أفضل. ويركز أيضا السعدون في خطط التقاعد على الصحة شيخوخة صحية، وتكون بالاستعداد لها من مرحلة الشباب لممارسة الرياضة واتباع نمط العيش الصحي، كما يدعو لبناء الأسرة الناجحة التي تسانده بعد تقاعده. ودائما ما ينبه السعدون إلى أهمية العمل بعد التقاعد، فهو متعة وصحة بدنية وعقلية ويهب الصحة.
صدقت وأبدعت دكتور موسى. دكتور خليني أسألك، يعني أنت بتقول أنه أنت وصلت لمرحلة التقاعد وسن التقاعد طول العمر طبعا والصحة، ولكن ما زلت طول العمر طبعا والصحة ولكن ما زلت تعمل وتنتج، و يعني وصول الإنسان لسن التقاعد لا يعني توقفه عن العمل والعطاء والإنجاز. نعم، هو في الحقيقة يعني اللي بصير في الأيام الحالية إنه اللي بصير بصل إلى التقاعد في العمل الوظيفي الحكومي فهو يخرج من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وهنا قد يصطدم المتقاعد الموظف الحكومي بالحياة الجديدة، لأنه تعود على نمط معين من الحياة الوظيفية. صحيح. أن يذهب إلى العمل الساعة كذا ويعود الساعة كذا، وأصبح بالنسبة له بعد هذا التقاعد أصبح هو يشكو من وقت الفراغ، فهو مفروض على كل إنسان وصل أو قد يصل إلى التقاعد أن يكون قد بنى أو قد فكر ببناء شيء للمستقبل حتى لا يقع بفخ الفراغ القاتل، لأن الإنسان إذا شعر بهذا الفراغ فهو يموت نفسيا ولا يستطيع أن يقاوم بهذه الحياة. هذه الحياة صعبة. صحيح. وليست سهلة. صحيح. ونحن بعد 60 يجب أن يكون العطاء أكثر، لأن هناك تكون عند الإنسان خبرة قوية وخبرة كاملة في كيفية إدارة هذه الحياة. لكن صحيح. للأسف الشديد نحن كعرب لا نستطيع أن نقيم هذا العمل ونعمل أو نجتهد ونخطط للمستقبل. الإنسان يجلس في بيته ويبدأ يفكر متى سيموت ومتى ومتى ومتى. لا حول الله. لكن لو صحيح. رأينا، لكن لو رأينا الأجانب مثلا ماذا يفعلون، هم يختلفون في حياتهم عن طريقتنا إحنا. بالعكس الأجنبي يريد السفر، يذهب للمشي، يذهب يعمل رياضة، يعمل أي شيء آخر من أجل إلهاء وقته، من أجل عدم شعوره بالملل. صحيح. إحنا صحيح. كعرب لا والله، هذا العمل أو هذه الصفة موجودة فينا، إنه الإنسان الذي يتقاعد خلاص انتهت حياته. للأسف. نعم نعم. هذا غلط. هذا غلط مزبوط. يجب أن أعمل وأعمل شيء جديد في حياتي وأشتغل وأكد وأجاهد وأشتغل حتى صحيح. اللحظة الأخيرة من أنفاسي. صحيح. وهذا صدقت أنا أقوله باستمرار، عدم الاستسلام لهذه الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة للعمل فيها حتى آخر نفس. صدقت أستاذ موسى وأبدعت، أشكرك جدا على هذا الطرح الرائع، وأتمنى أن تكون عامة الفائدة للمستمعين والمشاهدين الكرام. شكرا جزيلا يا سيدي. أشكر لكم هذا البرنامج الجميل. الله يخليك. دائما يتحفنا بهذه المواضيع الشيقة، وشكرا لك. شكرا لك. شكرا. أهلا بك.